تبابر لبع بشان سعان دونا مقعي هورتا وايان محمد إبراهيم وحانا المدحة المباركة شركة نلوكو سعان دونا لبع إشاء آه ما أنت إيو بريتولي وحانا نفو سابسيني هاي شريعة دين إسلام كا إيار ما هذا حليل كرسوه كا وإنو سو تشيدين دونا نشيخي دينا شيخ عيسى يا شيخ حسين تبابر كنوان تبابر مهيمة وكرسو رياشة آلهو مهيمة إيار ما بحضا كرسوه كا دائما إنو داد إسلام اللهي وحاقف كستور كرسو رياشة لوقف هاي إنو أقوم في عنك حيث تبابر كانوا يكونوا كميديا تبابر دي مهم كها أساسمنت يعني نصاص ما يني أي قرصورة ياش وسلقة تاني نقاد مهم هاي يني هلان تبابر كسابسن شريعة عدس يا قونت ودي يحل فدو ده بكر لاق وقعدة وحين نجلس نلتش وجا تبابر كان نجلس قريب كلي وسير كدين تيا وقافتة قدومية محكمة سراء يو قدومية على السودان قدومية هرعفانك مركا وحين وين سكبل عبان دون هدي له هيدا ده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد قدوميها محكمة السراء قدوميها رفعانك يدمان كرسو رياشة يو هلوذن ذكالي بهذا عدالة وحندكو سلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت كبعدي أنا أدور وفر حسنة هاي بعدي قرصور كا وهو جامين يو قدومي محكمة السراء وهل كان ما أنت طابركو قاعدنا يا أنا عن كلاس هو قريب قالوا طابركو دن أنا عطسدين أنا كلمة اللي يقوه الرئيسيو ما دام عن هول قران دي عينو وضح عينو لكن أنا دي كسو شرفين عن الدين معدو مركان انتا كاي معدو وحينو وضع اكسونا دمانتين شريعة دا اسلام كوينة شريعة كاملة ودميستران سيدة إلهي سبحانه وتعالى انو شاقاي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ما لينك معابا يا حيد وحينا أحايد سقالك عرفة مركي آيات داسي النبي عليه الصلاة والسلام هيكو سوى الدكتاي سوى عرفة شوغة ما أنت الدين تيوى دمايستران تاي وانا دين دمايستران باي لهاي يري اسلام نمضى سنبانا رالي دين كاهاي نعمة دي دي يقال لدى دين ويدكو تاميالا مركا وقوه الرسوح علينا قدوني إني نقدو منو نعم هذا إلهي نوطهم يا لي إسلام نعم هذا دمائس كثيران إلهي إني نكب قدومنا إنه لا إله هو قدومني تاسوا قدم قدم كلام هذا حلينا قربا مجال كانت كشرتان أما فيل كان به عدالة هي قرصوركا هي وحي هاي فيل هذا فضل بدن وأيو واكا إلى علينا هي حقوق دا تدك هذا مال نقطه هذا ديك نقطه هذا دخل نقطه هذا نقطه الأحوال الشخصية لين علاقة مربى حقوق دي وحيل علينا يا شرعة دو قلت لك شيء إن قضاء يقر صوركو إلى ليه مركع عندك إيش خير سانة وعند فلون يساء مهمة سامي يوصل ريسا وشرعة إنه عادي عاد أيقوب أخذي وحنا تير دحاضوا عدالة ياقون قفك قاضيها مقر صورها وينو على جانب كبير من العلم الشرعي علمته الشرعي هذا وينو أقوم وينو ليه مر والمن أقوم تسكب عيها ما أنتنا إلهي سبحانه وتعالى وكده جاي أقومتي وحمتيسرة وفضض وفي متناول أيديكم وبين أصابعكم فرينا تحت الله كلينا قاضتان واستعماشان يما اللي تكدوني قف في سوق قرقي سجوجا أما حفيز كيس سفرنيا أيوة قرن قرش كشير كريا واجي بريبا أقوم ترى الله بقي بود ميد واجي بريبا دوات ده عن تتكو هاي سانو دعاء عصب هي فرع عصب هي مسألة عصب هي حاجة عصب
ayaad haysaan waa in markaa dee waagii beriyaba markaad mushkiladan aad xaliso mid lamidana beritaad xaliso waxaa laga yaabaa mashaakilkuba inay soo ururaan mashaakilka aadamaha ka dhaca way soo noqnoqdaan waa wax soo noqnoqdo inta badan bayna alfaynati walukhra ayaa dhacda in maaragtay la arko mashaakil cusub ama qadaaya cusub ama arrimo cusub aan hore looga garnaqinin inta badan laakiin inta badan waxaa soo noqnoqda wixii waagii baryabaad ka garnaqi jirteen marka intaa laba siyaabood baad noqon karta baad samaysan kartaa mid adaa aqoon u leh tacaarad aqoonta ulahayna waa inaad mustashaar u leedahay mustashaar fiqiya shareecadii garanaya ood kala tashataan oo mar walba aad weydiisaan taas markaa waxa weeyaan inaad qaanuunkiina garanaysaan fuqahadii shareecadana aad xidhiidh la leedihiin masaa'ilka aad iska hubsataan marka waxaa tiir dhexaad u ah garsoorka cadaaladda iyo aqoonta haddii cadaalad la waayo waxba ma jiraan marka anigu kelmadeedu aan ku furfuranaya waxa weeye culimmada iyo dakaatirada kolley soo jeedinaysaa ayaan u daynayaa laakiin anigu kelmadeeda dardaarankii waxa weeyaan kow cadaaladda oo dhegihiina ka badatay kelmaddaasi waxa weeyaan ka dhigta qibladii aad u jihaysanayseen hadduu madaxweyne yahay iyo hadduu wasiir yahay iyo hadduu oday dhaqameed yahay iyo hadduu muxtaram yahay qofna ha ka yeelinina wax liddi kuwa cadaaladda haddaad ka yeeshaan qofkaas waa inuu ogaaday inay isaga un ku dallacan tahay qofkan waad raalli gelisay laakiin waxaan aday kugu dallacan yihin oo rasiidkaaga xagga aakhiro ayuunbay gelayaan taas waa qodob qodobka labaad waan horaan u sheegay oo waxa weeyaan inaad dad mutadalliciin oo shareecadii ka feerbuuxsaday oo shareecadii wax ka aqoon u leh waa inaad noqotaan oo aada waqtiyada firaaqada aad tihiin aad kororsataan ta saddexaad kiisaska inaad dedejisaanoo aad isku daydaan mushkiladda inaad xasmisaan oo la odhan qofkaasi siduu maxkamad ugu dhex jiray ayuu ku dhex daandaamayoo markii dambena waabuu duqeeyey dee taasina yay imanin ilaimka dad baa lagu odhanaya siduu berigii siduu maxkamaddaa beri unu galay oo ugu libdhay haadhadee ninkii iyo kiiskiiba way israaceen labadiiba ma dadku ma wada ahaa laakiin dee waxaan ka hadlaynaa kaa laftiisaaba xuquuq leh soomaad garan oo maaragtay candadowlka markuu dee wax candadowla waxaa kaloo jirtaa qofkii isagoo aan maaragtay dhacdhacaynin oo aan xuquuqdiisii laga dafcinaynin oo muxtaram ah oo xuquuqdiisii aasaasiga helaya waa inaad dhegaysataan mushkiladiisa waadna dadka dee iyagoo laftoodu idin dhibaya idinka laftiina ee isbihinbihinaya aad is odhanaysa malaa kalaa gar leh iyana way badan yihiin taana idinkuba waa ogti laakiin dee waxa weeye markaad aad gudagashaan kiisaska ayaa yabaan ku leshay wax walba markaasay caddaanayaan waxaan kale oo aan kaga tegayaa waxa weeyaan oo aan aad iyo aad doonayaa inaad maaragtay idinka laftiinu inaad kiisaska wixii dhexdiina aad asraarteedii sirtii kiisasku asraar bay leeyihiin sirta inaad ilaalisaan oo qofkaa kiiska loo hayo sirtiisii oo dhan baad haysaan dee waa arkiifyadi nin kasta oo garsoro meel maraya waa arkiifyadii ummadda marka wax badan baa ogti aan dadka kale ogeyn waxaas waxaa la xidhiidhi kara wax ceeba ah wax dhibaatooyina waxaa inaydaan inaanan leagage samayn oo aanay tasarubinin macluumaadkaasi idinkuun idinku koobnaato soomaad garan waayo sababtoo ma jecla qof waliba kiiska uu isagu soo bandhigo kiisas xasaasa baa jira in dee meelo kale laga maqlo aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa waxaan uga tegayaa waxa weeyaan culimmada iyo guddoomiyaha iyo baan uga tegayaa hadalka waxaan ku khatimayaan leeyahay ilaahay cabsidiisa ayaan idin farayaa naftaydana waan farayaa idinkana waan idin farayaa walaqad wasayna aladiina uutu lkitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaqullah
dardaarankii ilaahay uu ummadihii hore iyo ummadda nebi maxamed baa iyo la faray waa ilaahay cabsidiisa cabsida ilaahay baa qofka maanta ka celin kartaa waxa weeyaan inuu dhibaato ku dhaco waxaad kaloo iska ilaalisaan waxa loo yaqaano laaluushka laaluushku hadda uu soo yaraanaya bixamdillaah garsoorayaashana hadda laguma xamto dadkii la xaman jirin waabayd ka tageen laakiin waxa weeyaan mar walba khatarta uu leeyahay iyo saameynta uu ku leeyahay taana feejiga gaara ka sameeya waayo dadku idinku doonan maysaan laakiin dadkaaba idinla soo doonanayaan waa taas waa mid la ogaaday weeye dadku waxa weeyaan dagaal bay ku jiraan qof wali wuxuu is odhanayaa arrinkaa si kalood ku minjaxaabisaa ma jirtee yaa dee u laadlaadi cad u laadlaadi garsooraha taana dee alxamdulilaah imanka ragga halka garsoorka isugu soo hadhay aada iyo aada bay nasaahadooda iyo hufnaantooda loo arkay laakiin markaad xataa idinku dareentaan inuu eeriyadiina barnaamijkaasi soo galay waa inaad iska qabataan oo aada iska ogaataan arrinkaasi wiina wiiqaya waana ina baabiinaya waddanka oo dhanna dhib weyn buu ku hayaa iminka dee magacyo badanna wuu yeeshay oo mar caana loo bixiyey oo la yidhi caanihi keen mar lo haddeed ba xugmaayo marba boqol magac buu baalka yeeshay yaa oo laaluushki inta laaluush maaha oo caani baanu kala qaadanaynaa dee markaa iyo ducadii iyo soomaha dee nebigaaba sheegay khamriga inay ummadda nebi maxamed cabbi doonaan wa yusamuunaha bikayri isma magaceedii magacaan ahayna way u bixin doonaan ereygii khamrigu baa laga daynayaa imika carabta waxay u bixisay sharaab aruuxi iyo alkuxuulaad iyo magacyo noocaas ay ula baxeen oo ay ku ladifayaan waa mahadsantii asalaamu calaykum waraxmatullah marka ugu horreysa waxaan salaamayaa guddoomiyaha maxkamadda sare brofesor aadan xaaji cali garsoorayaasha maxkamadda racfaanka garsoorayaasha maxkamadda gobolka garsoorayaasha maxkamadda degmada ku-xigeenada xeeraaliyaasha guud culimada tababarka bixinaysa maxaan ku idhahaa madaxda tababarka maxkamadda sare ayaan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii tababarkan aynu qaadanaynaa tababarkii koowaad maaha shareecada ku saabsanaa hore ayaynu usoo qaadanay tababaro kale oo shareecada ku saabsan kuwii unbuu daba socdaa muddada labada cashaana waynu ka faa'iidaysan doonaa haddii aan la yidhaahdo garsoorkuna muddadii iminka sanadihii ugu dambeysay muddooyinkan dambe intii ama shantii sano ama lixdii sano ugu dambeysay tababaro fara badan baynu qaadanay hadday shareecad tahay iyo hadday qaanuun tahay labadaba waxa kale oo la doonayaana waa in garsoorku uu aqoontiisa dee aqoon waynu leenahay macnaheedu maaha shareecada ma naqaano garsooraha toban sano ama shan iyo toban sano shaqaynayay shareecadiina wuu ka dheregsan yahay cid walba isagaa waa u aqoon badan qaanuunkiina wuu ka dheregsan yahay waxaan la doonayaa un waxa weeye waa sida midida loo soofayo inuu aqoontii waxna la xusuusiyo taa taqaanay baad bay ilaaweysaa oo lagu xusuusinaya macnaheedu maaha markaa culimada iyo maxaa leeyay garsoorayaasha maxkamadaha darajooyinka kala duwan jooga shareecada waxaan qabaa inay aada u yaqaanaan waxaan qabaa in qaanuunkana ay aada u yaqaanaan laakiin waxa weeyaan ama mid aada sii daysay baa lagu xusuusinaya ama maxaan ku idhahaa markasta aqoontu xun bay ku wanaajinaysaa marka aan faanaya aynu su-aashadana kale aan u faanayo guddoomiye racfaan ahaan waxaan ugu faanaa garsoorku inuu yahay marka jaamacadaha la eego mar walba cidda ugu badan labada waaxood oo kale qaranku ka kooban yahay cidda ugu badan ee aqoontooda siyaasa waa garsoorka waa garsoorayaasha ee mar walba tababar iyo aqoon lala daba taagan yahay ta keliya aynu nafteennana ku badbaadin karaa ummaddeenna ay ku badbaadin karaan waa aqoon kiis aan shareeco lala eegin oo shareeco loo furin oo manhaaj lala eeginna kiiskaas waa qabiyo runtii waa qabiyo masale kasta aan shareecada la barbar dhigin oo maxay ka qabtaa caddeymaha lagu hor keenay qaabkii maxaan ku nidaam sharaac loo dhegeysanayay maxaan ku idhahaa dacwadda loo daadihinaya hadday tahay qaabkii caddeymaha loo eegiyey ama ha noqoto primary fidenis ama secondary fidenis ha noqoto ama qariina ha noqoto ama circumstantial fidenis ha noqoto noocay doonto ha noqoto haddaanad shareeco la eegin oo aanad manhaajka u baarin waa qabiyo markaa runtii iminka waynu dadaalaynaa guddoomiye dacwadihii imanka waxaad arkaysaa dacwada intay bil ku bilaabantay ama laba bilood gudahood ku tegaysa maxkamadda sare biilkeedii dacwadaha waanu joojinay waxaa laalaya wixii abiilkooda aanu masmuuco ahayn
يعني وحق يعني كوس أبيل كي حق شرعي هان لأقبل كريانو هين إن مركا ما أنت دعوته محاكم هذا إسبيل تريور كأد بوفر بدية قرصوري ياشو نويد دالان وحن كلوا يدكوا برا روتين يا مركا قدوم ياشو أي دعوته يدكوا صو قران مركا قارو حدعي كرت دعوته بس معاه إنه كلينا يصير دافتو هنا كود داشان ومركا درستان أرسي دعوته آخر دان هدي فلنت هاي دعوته فلن موسو بنت هاي عدس فلنت محاله وصو قري نو تايود اوود فلينيد ملي اداهي محكمه اختصاص ما ولهاداي ان ادريستان ومركا ايدن كو اركتان كو عيلسان حق قدومي وايو كالنت وخبا سو دافي كرا ان وحنا دكو براروجين ايا غرسوره مر ولبا وانين دغالو تاغن نفتاه الىالينتيدا حقوقدا الىالينتيدا مخان كو يراهدا حكومك اد سو ساري ساسامين بكو كينيا بلشده سكوير نبدغليدا قرنكا سمعده شرفتا دقه ميل ولبا سامين بكو كينيا جاج بكا حقن كو سو سارو قيمه هو ليهي تانا وا اوكسونتين oo idin sheegay maayo maanta aan runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay sida garsoorku u dadaalayo sida aanu maxaan ku jiraa hadaa u soo jeedaan garsoora waxa laga doonayaa aqoontii oo tan aan mar walba isla daba taaganay gudoomiyaha maxkamadda sare mar walba u heegayaa inuu garsoorka tababaradiisa u kordhiyo waayo garsoora aan aqoontii soo ay hooseysa de waxba ma aragtay waxa kasoo baxay inuu caafimaad qaban noqon maayo isagoo daacad u deela leexanaya la ciiraya aan marka waxa weeye waxa la naga raba aqoon karti daacadnimo iyo dadaal waan dagaal u taagan ka hakinka oo soo jeeda aan runtii aad iyo aad baan idin ku mahadnaqayaa labada cashan oo ku faa'iideysanayna aad iyo aadna waan mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh gudoomiyaha maxkamadda sare kan ku soo dhaweynaya professor aadan xaaj xali bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wasallam marka ugu horeysa bahda garsoorka ay isugu jirtaa garsoorayaal iyo xeeraalinba iyo garyaqaanada qareenada iyo cidii kasta ka soo qayb gashay iyo labada doktor doktor Sheekh Ciise iyo doktor Xuseen oo ah laba caalim oo culimana ah isla markaana PhD-da haysta oo aan ahayn culimadii taqliidiga ahaa ee intay xalqadaha kutubta ka barteen laakiin rag academic ah oo jaamacada caan oo dunida ka soo qaatay shahaadada PhD-da iyagana waan salaamayaa oo tababarka loo soo xulay waxaa kala naadu salaamayaa bahdan maxkamada sare ee soo qaban qaabisay madaxa tababarada iyo isku dubaridka dhamaan saraakiisha halkan jooga oo dhan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaa maanta farxad inoo ah inaynu tababar ka mid ah tababaradii shareecada ee socon jiray aynu maanta haddana halkan ku qaadanayno markaa kolley culimadan waqtiga uga baxaynaa laakiin anigu dhowr arrimood baan horta ku dhiirigelinaa sidaa wasiirkii diinta iyo gudoomiyaha rafcaanku sheegay maxay cilmiga ma dhammaado wa fawqa kulli dhi cilmin caliim qof kastoo cilmi leh mid kasii cilmi badan baa jooga aclamu naas wa ilaahiyun ilaahiyun baa cid kasta waxa weeye cilmigiisa koobay cilmi koobay oo aclamu naasa laakiin basharka inta kasoo hadhay waxa weeyaan maalin walba wax cusub baynu baranaa maalin walbana waa inaad u diyaar garowdo inaad wax cusub barato arday baynu nahay giddigeen arday baynu nahay maxay hayday waayo cilmiga ilaahay kownkan yaala lama koobi karo isagaana inoo sheegay oo yidhi in yar baan idinka soo dejiyo in yar baan idin tusayo xataa ambiyada marka laga hadlayo ambiyadii dunida soo martay ilaahay qur-aanka wuxuu ku sheegay inuu qaar un inooga warramay qaar kuwa badannaa inooga warramay qisada waa aragteen maxay hayday suuratu kaf uu ay khidr iyo isla mareen iyo nebi muuse ma garanaysaa uu ku dhakafaaray nebi muuse calayhi salaam wuxuu ku dhakafaaray dhacdooyinkii khadar iyo tallaabooyinku qaadayay waa tusaale loogu talagalay inaynu inaguna ka barano oo aynu ogaano qof caalum kama dambaysi ma jiro waxa weeyaan qof kastoo cilmi leh midka cilmi badan oo uu ka yaabun baa imanaya marka qodobka koowaad waxa weeyaan hadday tahay tababaradan iyo hadday tahay maxay hayday waxbarashada dheer ee akademiga ma garanaysaa horow soo qaadateen meel ka gaadheen inaad sii wadaan marka ugu horeysa qofku cidna u danayn maayo naftiisu u danaynaya waayo cilmigu waa nuur marka hore naftiisu anfacaa isagaa ku meel mara maanta haddaydaan cilmi lahayn halkan maydu timaadeen garsoorayaal maydu noqoteen waxba laydima dirteen boqolaal qeyrkiina oo isku maalin dhalateen waxa weeyaan meel bay iska joogaan sababta loogu dirin waayana waxa weeye mustawaha cilmi ee gaadheen takhasuskaa barateen kaasa halka ku timaadeen marka cilmiga dheer ee akademiga iyo tababaradaba haddaad jaanis u heshaan waa inaad ka faa'iidaysataan oo aydaan dayicin
علمي قرآن ماذا ماذا قف والأود دوني دشوعانه وحبه بهين وحبرته علمي هذا قارب إنهم ولقينا هنا مقال بقار كود أما إنهم فهمين بقى ين دوني ذاك غيرون هنا وعي عمري كإنسان كأت بو قابين أت بو حب بو قابين هاي مركات تحسورت وحوي ومهمة دولي علمي قو يو إن لقو برادوك سنادو يو شيدا ده توبر كانوا لي هاي يو قف والله إنك إنك مدي بينه وبهين هاي إنه عيد دقيستو عيد باك علمي بدن ولا كلا علمي بدني هذا تخصص له أيا تخصص كلا لقاعة خبير سنانية هذا دنا عادو خبرة دولة أيا دنا عكلا لقاعة عالم سنانية مركب قفكو وحويان قفكو وحبرتانا هل سيفو قفك يشاء أما كود ذا لبوا حبرتا وتواضع وقفك سلول دقة يعني كبرين قفك هادو كبير قالوا قبر جيسا قبر قلب جيسا هادو كبير قالوا ولقي ما في الحو علمه يا قانا أنا ما أنفعه عدنا وحمتره ميل لما قاره وحنا ما كرستو وحلا لا قبته إيه كبركم وحويان وصفوين كو وقول لي تي إنسان كو كصفوه قفكو مركو متواضع نقضه أو قلب جيسا قليه إن وح بدني كم غنيه إن وح بدنه وبرن كرا إن قفك صار نول وحديري قفك صار نول وحبوك ديري عادية وحبوين ديري قفك استون ولا وحبوين ديري سيدبوين ديري دعوين أنا هنا وتعجنين أيو سقو تعجنا ويا رجني ما أدو أنا الله هنا ند برين أيو سقو مرين مركا ح لغو قرطا مركا لغو هلا مدها علم جا وتواضع وقفكو إنه مرول بودي هالجروب إنه أرتي هي إنه تذكر كلا وحكبرته إنه وحدة جيستو إن مقرن سامالي ولا مالن تكذا بيسو وحفايدي استو مركا تاس walla gama marban qodobka kale aan idinku baraarujinayna wax weey waa qodob horoog tihiin oo ah maxay idey maadaama garsoorayaashii xaraaliyashii hawlwadeenadii isugu jirtaan baada garsoorka adeega bulshada inuu adeeg bulsheenu hayna wax kale ma hayno sida bulsho qaybaha kale ee qaranka ama dawladdu ay ku jirto adeega inaynu qabano si daacadnimo oo cadaalad ku saleysan oo hufnaana oo alla ka cabsile sida wasiirka diintu markii dhawaan tilmaamayna قفنا وجود نيميسيد حتى الدول مسميسو أما العدالة درس مسميسو قف كاتشور كوس مسميسو أدوه كده وعي أدوه نفط عادي نبر كور رهابي وحبه كوتر مسميسو وحويا عادي كهرايا نبر كو أدوه كوه هرايا دول بيجا أدوه كوك صار نقنايا عدالة درس يوا ورا نادس كوك جنسيد أدوه عد كلكم جنسيد مركا قف كاتو لبدا شردي لي ما ده دو نيدي سوفيا عن تاي وددالو عدالت وحي الله هيد وهبها على له حتى هاتو خطا أشربوك يا رنا لكن هدي قلبي يساي كشرتو إن شورة سببته دونها راعو إهل ما راعو دنك لها راعو الدنيا راعو عبسيها راعو وحي الله بدن بلا راعي كرا وحي الله بدن فر بدن أي الله راعي كرا وحوي تاسي قفكم يسامين سا وأنا وحي الله وحن إنسان كو سمي ويا سببته عمرجين وقابي أدوية إنت لقونا ولا أنا يوي كابن تاعي والسعودة الآن وقفنا قرن إنين ساعات وضحايا يحلو قاعد أدوية كتير جيو معلوم بوي نجار كينا تد غير كينا يدد إن الله بده أدوية كتير جيو إننا جنا معلم بالبا كم بده أو حديدا أو إن لكن قرن إنين معلم بالبا كم بده أنكه ليلينا وهاي الشيء كلي يتل هو السعودة الكلي يتل هو واقع أدوية لقى هو ليليو مهما دال العمر عمرجين تودونا هذا راضو مركا وينو قفكو نفتي سكبقة ونفتي سوبقة ودتكي سوبقة أهلكي سوبقة ومسؤوليتي سوبقة مركا ويا عدالته مهمها دو قفكو دادالو ونيدي سوفي عنتي وحتى بالمرو وحتى إلهي واركيا إلهي ودال عنا يا قلوبتي واركيا قضب ككلا مهم كينو حويا مركا كاس وهرانا واتي لوغا هدلي كماسي ديراني لكن وحنانو مروال كبرا روشياه هذا الظلم السمايسا أما عدالة الرؤى أظن بكو قصة نغنسا ويقف وحانا نوغن هاي دين عيدا تعودوا مروال بيجو واحد دانينا يعني إنه القوليستان إن دين عودة راعان إنه إنفورميشن كهلان قرصورها حيراليها إنه دين عودة وچان شهرسادو إن مقرانا يسا كاليها إنه السراب بضان أو سيوحو سعودان عيد الله حكومة وحاسون إنه قادان بيدونيان تدكاسي مركا وإنا كات كاتان أو آسكت دفاع دان ونفتي نيل على لسان يقول هذه كي عدالة دكتور تاجنا وهلية ككلنا وهلية ككلنا وحوي عند إثنى عدالة وهلية ويا عدالة لابد إن عمر دعي كرتين عمر بيرد عيسى قطب ككلة عن يدين شيء نحوي عن
قف خاصة حيرالياشان واحد واجب كوا مركي كيس كباريان مسؤولين إسكا سهران أو أي كيس كباران أو عديمي سي أجان أو بوليس ككوه بيان واي هاي ده بوليس كو بلا وقرا يدا سو باريسا مسؤولين كوا ده حيراليا سهران واحد ويان إنه هو بيو كيس كان ميو قلما إن لوجو ما أميدو قلما إن لعوضو ما ميد عديمي سي وتا ما عديمه ديرادو بهاي إن دبل لوجو عليابا وهاي دي باردو أما يدو باردو أما وباريا شكرا له سواء كان كيس كان كيس الأول ذكر ما قرصورة أنا محا واجب قا واحد واجب قا إنه تعب قليو تعود على الحركة يعني ده جاي سجدة مركو قربق الكشرو مركو دم بيو حكم ندر آخر سجدة وحي عديمة وده جاي استي وده بقل كيدا سد على الشيء إنه مرجعية ده إنه هذا الشرعة هاي هذا الشرعية كلا تهاي هذا مقارنة كيسس هراء دعاية تهاي أو علم هاني ويا رجيمان هان وكيف هذه سنكر هذا تهاي waxaa loo baahan uu daarsay inuu tacab galiyo oo aanu labo warqad afar leeyno midbado aanu soo saari iga gaarsiya hadaa soo saarto waligaa baneedaad waa fiicnaato tacab aanad galin jawr baad samaynaysaa garsoor waa inuu tacab galiyo waa inuu akhriyo waa inuu garmaqalka intuu dhageysan karo jaanis iyo dhinacyado dhan way kugu soo noqonaysaa hadii kale waxa dhaw tolo faylkiina hadaanad eegin oo waraaqi qofka akhriin oo dhinacyadu waxay soo gudbiyeen oo doodoodii aanad dhageysan وأنا وقتي بحنا فيلك قاعدين ودبدنا أنا درسين وح هو بالي أيضا ينادى بالمرسى مسؤولي درسين هذا يكون صار نقول إسا قطب كم كهر كه وسع ده وح ويان خاصة كرسورة ياشا إن قوان ياشان تن لقى هذا يد دشين تدعودو وقوان يلاشو قف قدو كدع يلون وياو إلى دعودة دقيس تعودوا ما الله حكمية أما قوانا كلا توصار سايوا دعودة دوب هلو دقيس تو أما وين يلا توك دع ينادى يلا تو ويا شقذا ينو نمي وأشقق عن قاعدة شو يكون دعله قفك دو تاي يلون وياه دعوته يكون راجسة وهاينا يا وبقيا ما نقول والب... شاكا عصبة وصابة حيسة ده كنا اللي مرها ليك اليوم طب ده دك دكي دعوته لدوني وهاب سامي سبيرت رايل كان لقاه ليا مين دعوته يدك دكتو مواطنين توا يهرو هلان وهاب سامي يا قان قاعدة شو دو قفك يلون وياه اسمه وكل ما نيا وياه dadkeen way noognahay oo ergo iyo wasto iyo socod iyo cid la diro marka hadaad hayso 12 daacwadood oo mid walba dhowr 100 qof lagu soo diro saadu noolaanisa marka oo meel walba laga soo galo laakiin marka aad u dhageysato akhrido fahanto aad goyso waa isdhaafisay culayskana uu ku dhaafay anigu aan baan gaaray hadaad ku qaraxsan tahay alxamdulillah hadii kan waxa ku furan maxay heeday xaqul istinaaf ama rafaan ba ku furan ya qofkii koodanis marka go'aan qaadashadu waa arin garsoorka waa buddig waa haduu go'aan garsooru yeelan waayo garsooro fiican wali ki noqon maayo dadkana lama raali galiyo ridha nas qayatu la tudrak in dadka la raali galiya wax waligeed la gaaray ma hal shay uu baa lagu raali galiya ilaahay in la raali galiyo marka ilaahay raali galiso dadkuna raali bay ka noqonayaan hada laakiin ilaahay baal marto dadkuna raali ka noqon maayo waa ilaahay isaga kaankan maamula dadku kugu diraya qof walba ku habaaraya qof ku duceynaya ma jiro marka ilaahay raali haashiisa lagu dadaala dadkuna raali bay ka noqonayaan hadda laakiin isna dadka raali gali ma raali gelin kartid dadka hal mid ba waajib kugu ah garsoore iyo xeeraliye iyo hawlodeen iyo kaaliye kale adeeg baad u haysa mas'uuliyad baad u haysa hawl baad u haysa si sharaf leh u qaabil soo dhaweey dhageyso ixtiraam xafiiskaaga mararka qaar fariiso markasta inaad daacwad ku jirto ma wixii cabasho dhageyso taasa waajib lagu gulay dabadeedna talasi arinu sheek ariga sharci kuma banaana kaasi kuma banaana kaasi sida ma u sheek kaasi waajib kugu gulay laakiin inay raali ka noqdaan oo qaataan ma qaataan adiga kuma saar adiga tamiimku waxa weeyaan inaad dadaasho ilaahay raali haashiisa ilaahayna wuu nadaalacanaya imika zaman keen inuu joogno ilaahay inuu nadaalacanayo ama inuu yahay maxay heeday muqallib alquluub wal absar inuu aliim yahay aliim wax kasto la socda ayaa quluubta dadku yaraatay isagu inuu ku rogo isagu inuu daalacanayo haduu qofku baalmar waa loo seetay dheereeyaa daalimka uu ordaa waa loo seetay dheereeyaa laakiin ilaahay wuu la socdaa qab 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 baa u taala meel oo ka horeysa ilaahay waa sabuur magacidiisa sabuur baa kamida wuu eegayaa wuu ku eegayaa wuu la socdaa malaa'igtu way record gareen laakiin qab qab weyn baa ka horeysa qofka macnaheedu maaha waxba lagama qabanayo qofkan daalimka ahi waxaanu wado wuu wuu ku hagaagsan yahay taa macnaheedu maaha laakiin waxa weeyaan waa wax qofka ku soo noqonaya ka horeeya xilli leh xisaab leh dadkii dunidan soo maray qur-aanku inooga waramay waayo qiso
أما كتاب كتوس على يال بدن الدنيا ده وحي دعي أون قرآن كهين مجرو قصة باي قصة قصة والبيلاي حكمة بكلي واحد كوار كيسا انت اس او شبابيرو أما داد كبري أما داد دول مسمي أو سيو سو سعودين ميل دا بكو دبي إلا يواك الصورة عن كبوت كشي يجي إليه ومنهم ومنهم مانا خصب من مدان لوكا لوكا ينا كشرا مدان هلاقنا كشرا قاران طبي الله دانا كشرا قار با انت اس او سندود داد كايستي فرعون او كالوحو قارئين ومدا ممنوعو ودادو وحي إنا نير دشان طلابة لغا قاضية حبلون بلديني هل كاسو قاري مسو هايستي محو كدن بي آخر كي مركو قرقومي واكالة آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل إلهينا اللي آلانا ما يمكاد محي هيدي انت سو سو سعوتي مركا مروال بمعيي ذي إلهي يقف كينو حصوصنا دو مورالة تيغا أخلاق دا علومة حوك بيدي كالهال دونا وحنقونا موضوع كم دا مواضيع دا أخلاق دا لغا هال ديو وحو كسو أورو ريابا ومعيي ذي إلهي إنو قفكو مروال با إلهي يشكو حيو ويقول هذا محا واجبة محا يواجبة محا نسكيل عليا محا كتحدرا محا يلو قدبون دعوتني محا يتاي أنا محا يلو قدبون واتاس طوضن بيسي أنو أنك قبحي وحويان هايدن قرصوركو محا يهيدي قادقو شرف بولي وانا الشقادة وخير كبادن لهادو قادقو ددالو عدالة كنت أقنادو شاننا دالو قلا حدي كلانا نار تالو قلي مركا أنو هايبدة مر والبو حاني نقول هذا دانو هي بدأ قرصور كينا إلى لسانة داتين حراليال يا داتين قرصور كاريال كلام حا هي بدأ وجوه رأيها مر كان محكمة ده شو كتان يا قرطة قاعد لسان أما دعوته هو لسان دريس بولي قرصور دريس كقاطع تدقوا كسو على هنا لسان هي بدأ بويدين سمينا يا لكن مر كاليه يدم بباريه يا حراليه يا قرصوري لكل جرم وياه أي شعر يرى عدو ده كشدان أي سو ده بالي عان وحلو حي بدأ يلمس قرصور يا حراليه قداغنا هيبد بولي قرصوروه هيبد دابا لغاقا چوكس دابا خاصة هم مرك هيبد دي سلاركو مرك دعوت غرير در قاتي و محايدو چوبد دي سو قاتي لوغو تلقالي مرك هيبد دا قايب كمي دابا نقون دونتا وحاكلو كمي دا هيبد دا قرصوركا انا السلاليسان ميلا فريسان ايسان مكا شقادا كارو واحدان دنعيدي دعوت اينا لغو نحمل من مقاحيها لغا شاهاي اينا لغو بدانين سكورو تيغينا نو مفعنا شرفتينا نو مفعنا أمنهان وما فينا وأيوة حلاقي قف على يسنو سون وحط تبزين وحكو يلا قرصورير بدنا نهرا ليال مركها هي بدك قرصوركو وقيب قف كنا فعيسة قرصور كنا فعيسة ما هي ده قف كنا شرفوا يليسه تحسين وقود بكلومي هما وقدم بين مكانه وآدم وقفر حسن هاي تدبوا الله سعداء حويا إن سدا وقدم يعرف عنك شيء جاي دعوتها دك دجودة حب وحسك بدلين وأيوة حنقو أركع محكمة دعوتها هذا علوس oo qaadan jiray waqti dheer oo muddo gaaban ku soo gaaray maxkamada sare hadii aan bii loo soo qaatay ama dhamaadayba haday tahay madani haday ciqaabtayba marka taas waxay ku tusaysaa hay'adda garsoorku inay shaqeynayso kulli imika labada bilood ee qoraal loo soo saari doona labada bilood maadaama imika ragii ugu badnaa ee gobolka ku joogta halkan labada bilood ee sanad ka hareerayna waxay xoog saareen hadii la yiraahdo ciqaabta dacwada ciqaabta oo dad u xiran yihiin oo xuquuq oo way kala duwan yihiin madaniga iyo iyo maxay idii iyo ciqaabtu mar walba garsoorayaashina waxay ku baraarujinaya in daacwada ciqaabta haysan iyo madaniga in ciqaabta mar walba horaysiisan wuxuu ga saartaan waayo qof baa u xiran insaan baa ku sugaaya waxa laga yaabaa marka inuu ama xadgiisa qaadan laha ama uu isdifaac ilaa hor usoo laha ciqaabta mar walba mihima madanigu u sugaya waa wax la sugi karo aan dhamaanayn hadaanu beerishi balahayn madanigana waxyaalaha beerishi balka ee hor u dhimanaya ee aan sugeynin haddii maacuun la isku haysto ama raashin la isku haysto waxyaalaha loo baahan yahay degdeg ah ee dhimanaya dacwada degdega baa la horreysiyaa haddii kale ciqaabta xoogga la saaray garsooro walbana ciqaab buu hayaa iyo madani buu hayaa marka runtii anigu aniga ku hadlayaa afkaygii guddoomiyaha maxkamad sare iyo kii gudiga cadaaladda waxaan ognahay in waddankoo dhan ay xagga degdega dacwada xoog wax isaga bedeleen waxaana keenay dadaalkii la yimitay hay'adda garsooru dhinacyadoo dhan iyo garsoorayaasha oo maxkamadaha oo dhan la kordhiyey oo nambarkii garsoorayaasha iyo dacwadoogayaasha xiraaliyaasha ee maxkamadaha oo dhan ay ka fiican yihiin kana nambar badan yihiin iyo howlwadeenada kale kaaliyaasha marka taasaa ka qayb qaadatay sii kordhiya ilaahayna adduunyadaynu qaadano ama la helaa way koobantay waa ogtiin inkastoo maanta uu garsoor ku jiro hay-adda ugu mushaarka fiican leh waddanka oo saddexdii jeere la kordhiyey labadii jeere madaxweyne siinaya kordhiyey ilaahay cimriga ha u dheereeyo caafimaad ha siiyo
يال جيرو مدحوينان كودي waxay ka dhigeen mushaharada la qaato wadanka in heeda garsoorku ugu fiican tahay laakiin hadana taa macnaheedu marka la eego nolosheena dawayn ognow way iska waa ma si rida marka laakiin taynu helayne weyni waa ta ilaahay waa yar saaqada ilaahay baa bixiya boqol arsaaqadoodo kala ku soo galay marka aad baan anigu ugu faraxsanahay xog baan ugu faraxsanay in shirkiina weyno furan yahay een khayr baan idin rajaynayaa labada caalimi aan halka hore ka sheegay waa culimo masaajidda waaweyn wax ka dhiga ka khudbadeeya jimcaha duruus ku leh iyo maxay heeday sheekhani shamaha cali garlana u duceeya xanuun buu maqan soo maha maxay markaa uu yara nasanayaa marka ka faa'iideysta culimo badan badan oo garsoor ka tirsana way fadhiyaan marka waa tadaawul alcilmu waa tadaawul waa in wax laysu sheego oo laysku baraarujiyo dr ciise waa phd holder waana nin sheekh oo caalima xuseenna waa nin phd a jaacadaha waaweyn ugu waaweyn ee sacuudiya kasoo baxay marka sheekh maxamed isagu uu ka cududaarto wuxuu inoo imanaya tababarada dambe waayo wasax yaro wuxuu ku maqnaa caafimaad marka waynu u ducaynayna isagana ilaahay caafimaadka wax kasta u siyaadiyo marka ilaahay khayrka haynu waafajiyo kulankeenana kulan khayr la allah ka dhigo waanu inoo xidhan yahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.